إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن التقوى مفتاح السعادة في الدارين وأحذركم وأحذر نفسي عن عصيان الله فإن المعاصي مفتاح الشرور في الدارين معاشر الإخوة والأخوات خطبتنا اليوم بموضوع سميناه تقديم المصالح العامة على الخاصة إن المصالح العامة والخاصة من العبارات التي يكثر استخدامها في المجتمعات الإنسانية وهي من لوازم الحياة فلكل نوع مجاله وحدوده وإذا عرف كل إنسان مسؤولياته وواجباته انتظمت الحياة أما إذا قدمت المصالح الخاصة على العامة فهنا تكمن المشكلة وتتعالى الصيحات بالإصلاح ليتحقق للمجتمع استقراره وتقدمه ورقيه إن بعض المجتمعات تعاني من تقديم المصالح الخاصة على المصالح العامة في الكثير من شؤون الحياة وقد اشتهر تسمية ذلك بين الناس بالفساد الإداري وأي فساد وضرر أعظم من التعدي على المال العام والحقوق العامة والتساهل في ذلك دون خوف من الله تعالى أو من خلقه إن التعدي على المصالح العامة تعد على حقوق المجتمع بأكمله وضرر يلحق بالجميع بل هذه في الحقيقة جريمة في حق المجتمع لما له من آثار سلبية خطيرة إن الإسلام بتشريعاته السامية أرسى دعائم المجتمع بحفظ الحقوق العامة والخاصة من التعدي بأي صورة من صور التعدي فلا يجوز لأحد كائن من كان أن يتعدى أو يستخدم سلطته في تحقيق مصالح الخاصة البتة وقد كانت سيرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته الكرام والسلف الصالح زاخرة بالمواقف الناصعة والمشرقة في المحافظة على المصالح العامة وعدم استخدام المصالح الخاصة بل جعلوا مصالحهم الخاصة مسخرة لخدمة المصالح العامة ومن الأمثلة التطبيقية ما جاء في الحديث الشريف عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن قريش أهمتهم المرأة المخزومية
التي سرقت فقالوا من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتشفع حدا من في حد من حدود الله ثم قام صلوات ربي وسلامه عليه فخطب فقال يا أيها الناس إنما أضل من قبلكم أنهم كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف منهم أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها صلوات ربي وسلامه عليه. وقد تضمن الحديث فوائد تربوية عظيمة جدا ترسم منهجا واضحا في المحافظة على المصالح العامة والخاصة على حد سواء. منها أولا المحافظة على الحق العامة بتطبيق شرع الله جل وعلا وإقامة الحدود على من يستحق أن يقام عليه الحد. ثانيا أقسم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بقوله وأيم الله بقطع يد ابنته فاطمة الزهراء وحاشاها فيما لو سرقت، وهذا تأكيد منه صلى الله عليه وآله وسلم بأنه أول من يحافظ على المصالح العامة وعدم محاباة من له صلة قرابة في تقديم المصالح العامة لصالحه دون غيره. ثالثا من فوائد الحديث التربوية بيان الآثار السلبية لتفشي المصالح الخاصة على العامة، وإنها دليل الضلال والهلاك للأمم في شؤون الحياة كلها. رابعا الاهتمام والعناية بشدة إنكار عدم المحافظة على المصالح العامة وتسلط المصالح الخاصة وكشف خيانة من يثبت تعديه على المصالح العامة ليكون أبلغ في الإنكار وعبرة للغير. خامسا من فوائد الحديث السرعة في معالجة ذلك بالوسائل الممكنة، حيث قام صلى الله عليه وسلم خطيبا على صحابته ينبههم بما أتوا إليه به. سادسا من الفوائد التربوية في هذا الحديث وضع القوانين والعقوبات اللازمة والرادعة لكل من تسول له نفس الاعتداء على حق المال العام. سابعا من فوائد الحديث تحذير الناس وتنبيههم إلى خطورة الشفاعة المفسدة التي توقف حدود رب البرية. ومن الأمثلة المشرقة في هذا ما قام به الخليفة الراشدة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المحافظة الشديدة على المصالح العامة، فمن مواقفه المعروفة أن ابنه عبد الله بن عمر اشترى إبلا وأرسلها إلى الحمى حتى سمنت، فدخل عمر السوق فرأى إبلا سمانا فقال لمن هذه الإبل؟ قيل لعبد الله بن عمر، قال فجعل يقول يا عبد الله بخ بخ ابن أمير المؤمنين ما هذه الإبل؟ قال عبد الله بن عمر قلت إبل اشتريتها وبعثت بها إلى الحمى أرتغي ما يرتغي به المسلمون. قال فقال أي عمر فيقولون ارعوا إبل ابن أمير المؤمنين، أسقوا إبل أمير المؤمنين، يا عبد الله خذ رأس مالك
واجعل باقيه في بيت مال المسلمين. ومن المواقف المشرقة والأمثلة الواضحة تنازل حسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان قبل اللحظات من بدء المعركة وتقابل الجيشان. قام قائد الجيش الذي كالجبال الذي سد الأفق قائده الحسن بن علي في جيشه، قام في جيشه خطيبا والجنود في منتهى اللهفة لخطاب حماسي يلهب المشاعر ويذكر بالحقوق ويحث على البسالة والشجاعة في القتال. كانوا ينتظرون منه هذا، أن يقول كلمات تشجيع تثير المشاعر وتقدمهم إلى القتال. كانوا ينتظرون منه خطابا حماسيا يبصرهم ويجعلهم مغوارا، لكن هيهات هيهات، إنه حفيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: إن من هذا سيصلح الله به بين فئتين عديمتين من المسلمين. فتحقق معجزة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في ابنه حسن بن علي. والجنود في منتهى اللهفة لخطاب حماسي يلهب المشاعر ويذكر بالحقوق ويحث على البصالة في القتال. فقال: وقد رأيت، هذا قول علي بن أبي طالب، حسن بن علي بن أبي طالب: وقد رأيت أن أعمد إلى المدينة فأنزلها وأخلي بين معاوية وبين هذا الأمر، أي الحكم والخلافة، أن أترك الخلافة وأتنازل عنها لمعاوية بن سفيان رضي الله عنهم جميعا. فقد قال حسن بن علي: فقد طالت الفتنة وسفكت فيها الدماء وقطعت فيها الأرحام وقطعت السبل وعطلت الثغور. يا أيها الناس، إني كنت أكره الناس لأول هذا الأمر أن يدخلوا في القتال، وأنا أصلح آخره، إني جدت، انظر الكلمة، إني جدت بحقي، إني جدت بحقي لصالح أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لقد تنازل الخليفة الشرعي المنتخب عن حقه في الخلافة ليمنع هلاك أمة محمد وليضع حدا لقتال استعر بين المسلمين لسنين عديدة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.